بتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعا لاستكمال القراءة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتواصل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون بشكل مبدئي دون التصويت عليها، تمهيدا لعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي خلال الفترة القادمة. بيحضروا ممثلي الحكومة من وزارات القوى العاملة والمالية والاستثمار وأصحاب ورجال الأعمال وممثلين عن النقابات العمالية للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون.